ينضم إلينا من لندن الدكتور عبد الكريم أقزيز، الطبيب المختص بعلم الوبائيات والباحث المشارك في جامعة كينغز كوليدج لندن. أهلا بك دكتور عبد الكريم معنا. يعني يبدو أنه كل يوم تصدر دراسات أو أخبار جديدة تطمئن العالم أكثر حول متحور أوميكرون، ولكن الإصابات مهولة والأعداد متزايدة بشكل كبير. إلى أي مدى من الممكن فعلا أن نطمئن في هذه المرحلة؟ وهل هذه يعني الاطمئنان ياتي نتيجه انه اعداد الملقحين مرتفعه، ام فعلا لانه هو فقط يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي؟ نعم، بدايه كل عام وانت بخير، لك وللساده المشاهدين. واعتقد ان هذا العام سيحمل اخبار مبشره جدا لهذه الجائحه. طريقه تعاملنا مع هذا الفيروس سوف تختلف في هذا العام، أي بما يتعلق بفترة مثلاً الحجر ولا طريقة التعايش مع هذا الفيروس. المتحور الجديد نعم ينتشر بشكل هائل وبسرعة فائقة، ولكنه في الوقت نفسه لا يسبب مرض شديد كما كنا نشهد مثلاً مع دلتا وغيره. هناك العديد من الدراسات، أكثر من 7 دراسات منذ ظهور هذا المتحور إلى الآن، أكدت بداية أنه لا يغزو أنسجة الرئتين بنفس الطريقة التي كانت تقوم بها المتحورات السابقة. ثانيا، أن كمية الفيروسات التي تدخل الأنسجة هي قليلة. مثلا دراسة بجامعة ليفربول فقط منذ يومين على الفئران قالت أنه عدد الفيروسات داخل الفئران كان أقل بكثير، وبالتالي هناك شدة المرض تكون أخف. الخبر المبشر الآخر أنه صح هذا المتحور يتجاوز الحواجز المناعية المتولدة من جرعتين من اللقاح ومن إصابات سابقة، ولكن بمجرد الإصابة به فإنه يولد مناعة فائقة. ولذلك الأشخاص الذين يصابون بهذا المتحور سيصبح لديهم مناعة ممتازة، ليس فقط ضد هذا المتحور بل أيضا ضد المتحورات السابقة. بمعنى إذا انتشر هذا المتحور خلال الثلاثة أشهر القادمة، كما قالت دراسة في جامعة واشنطن أنه ممكن توصل عدد الحالات إلى 3 مليارات حالة خلال الثلاثة أشهر القادمة، فإن هؤلاء الناس، الخبر الإيجابي هون صحيح 3 مليارات عدد مخيف، ولكن الخبر الإيجابي أنه هل 3 مليارات سوف يكونون محميين من المرض خلال الفترة القادمة، وبالتالي يعني هذه هي المناعة الجماعية التي يتكلمون عنها. تماما، المناعة الجماعية اللي من والظاهر المتحور دلتا نسينا هذا المصطلح لأنه قلنا خلاص ما راح نوصل للمناعة الجماعية، ولكن الآن عدنا أن نتحدث عن مصطلح المناعة الجماعية، سواء من ناحية اللقاحات والجرعات الثالثة أو من ناحية الإصابة بالمتحور نفسه. الإصابة المتحور عم تولد لنا مرض خفيف ممكن يذهب خلال 5 أيام، حسب دراسة جديدة قالت أنه المعدل الوسطي مدة الأعراض هي فقط 5.5 يوم فقط عند الملقحين، يعني وعند غير الملقحين العادية. يعني مثل الإنفلونزا العادية تقريباً. طيب ماذا عن هذا المتحور الجديد الذي ظهر قبل ساعات، بدأت الأخبار تتداول عنه في فرنسا وأصبح هناك 12 حالة؟ المشكلة أنه السيناريو المبشر والمتفائل الذي تحدثنا عنه هو شرطي على أنه لا يظهر لدينا متحورات جديدة أكثر خطورة. هلا في ناس بيعتقدوا أنه خلص المتحورات الجاية رح تكون أسهل من المتحورات السابقة، لا ما بالضرورة، هناك احتمال، ولكن أطمئن المشاهدين قليلاً بأنه الطفرات غالباً تعتمد آلية الانتقاء الطبيعي الذي يجعل الفيروسات أكثر سرعة في الانتشار، ومتحور أوميكرون سريع جداً في الانتشار، وبالتالي أنا لا أعتقد أن الطفرات الجديدة سوف تسيطر على متحور أوميكرون. نأمل أن متحور أوميكرون راح يبقى هو السائد، وبالتالي أنا لست متخوفاً كثيراً من المتحور الجديد الذي ظهر في فرنسا، ولكن طبعاً يجب أن نجري العديد من الدراسات لنتأكد من ذلك. لننتظر ذلك. دكتور عبد الكريم أقزيز، الطبيب المختص في علم الوبائيات والبحث المشارك في جامعة كينغز كوليدج لندن، أنا أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا، وشكرا لك على طمأنتنا من هذه المتحورات.